وجاسم شاف الجول شاف الجول شاف الجول شاف الجول شاف الجول شاف ناصر العربينية قريبة أحبتنا في كل مكان، ورحب فيكم في حلقة جديدة من برنامجنا الكرة أهداف. نتجول مع مجموعة من الأهداف في حقب مختلفة من الرياضة الكويتية الخليجية، ندول تلك الأهداف التي مرت على فترة سنوات طويلة أو سنوات متقاربة. كل هذا ندونه في تاريخ برنامجنا الكرة أهداف. بعد الفاصل سنبدأ المشوار. في 25/11/96 زار فريق دينز الكوراني الكويت، وكان مع المنتخب لاعب نادي اليرموك ينقال له خالد داود. طبعا خالد داود لاعب برز بشكل واضح، ولكن اختفى الإعلام بشكل نهائي بعد اعتزاله، ما له حضور إعلامي رغم أنه كان هداف وأخذ فرصته مع المنتخب الوطني في حقبة التسعينات. دعونا نشاهد خالد داود ماذا فعل. السهلة اللي يمتاز فيها داخل 18 سواء من ايضا هذا عبيد الشمري لعب الكورنر مر ما في احد شايت حلوه تيا ويشوت الجول وليد سعود داود خالد برافو خالد داود الهدف الاول اللي معتمد عليه مثل ما قلت في البدايه علي مروي وخالد داود في المقدمه فعلا بيصيد له هدف في الدقيقة 21. شوف عبيد الشمري ابتدت أكثر من لاعب في الدقيقة 21. شوف هيا لوليد اللي شات وليد سعود وتهيأت الآن لخالد داود اللي لعبها قوية داخل المرمى محرز الهدف الأول الواحد منتخب الكويت الوطني. هذه عادة أخرى للهدف. شوف علي مروي ايضا شارك وخالد داود على طول لعبها داخل الشبك وهذا اللي نحتاجه. اغرب لحارس المرمى يعليها عاليه جار الله حاول ياخذها بايده لكن كره ماشيه ل سكرينبيك هيا 11 فوتها وشايت جول بيجوموت حلوه وهذا اللي نقول احنا الدفاع اللي يجب انه يطالع نفسه وهذا خمسه بيجوموت هو اللي سجل الهدف. شوف حقيقة نشوفها بالبطيء هدف التعادل. شوف اللعبة وشوف الطريقة لعبها هياها 11 فوتها وين التغطية هني أبدا لاعب يمن الخلف على طول وحطها داخل المرمى 1-1 وهذه عادة أخرى للهدف في الدقيقة 24 ثلاث دقائق على هدف اللي سجله خالد داود والدقيقة 24 سجل في 13/12/2004 التقى الإمارات وعمان في البطولة الخليجية بطولة المجلس التعاون الخليجي أو بطولة الخليج العربي لكرة القدم التي أقيمت في الدوحة ودائما في الدوحة ما شاء الله بطولة ناجحة مع المنتخب الإماراتي لاعب ينقال له فهد مسعود وفهد مسعود لعب للوحدة الإماراتي ولعب للمنتخب ولكن كان لاعب مميز وكان لاعب ذو مجهود وافر وكان لاعب ذو أخلاق عالية. طبعا اعتزل فهد مسعود منذ فترة طويلة ولكن أيضا كان لاعبا مميزا. دعونا نشاهد فهد مسعود ماذا فعل. المنتخب العماني والمنتخب الإماراتي كرة اللعب توصل صالح عبيد إلى إسماعيل مطر راجع إلى وسط الميدان بعد غياب صانع الألعاب في صفوف المنتخب العماني المنتخب الإماراتي تتخلص وتبعد من حسن يوسف جول
مسعود على هذا الهدف وعلى استغلال الفرص وعلى الأخطاء. الخطأ من حسن يوسف المظفر يرتكب خطأ في صفوف المنتخب العماني، ولكن تستغل من الظهير الأيمن للمنتخب الإماراتي اللي هو فهد مسعود، معلن الهدف الأول من تصريحة المنتخب الإماراتي في الدقيقة الأخيرة والدقيقة في دقيقة الوقت الضائع لمصلحة المنتخب الإماراتي. هذه عاد لمصلحة المنتخب الإماراتي والتقدم لمصلحة المنتخب الإماراتي عن طريق فهد مسعود. انظر إلى أيضا إلى استغلال الفرص، ويعلن السيد خالد أبول الحكم الوطني الكويتي عن نهاية الشوط الأول بتقدم المنتخب الإماراتي بهدف مقابل شيء عن طريق يوسف. إذن قدوم هاني الضابط، وكما تعلمون المشاهدين الكرام ونعرف هاني الضابط هداف خليجي 15، وكرة تلعب توصل الآن إلى أحمد حديد والتسديد جول. الله يا حسن يوسف مظفر، يعني حسن يوسف مظفر يسجل الهدف الأغلى لمنتخب عمان في هذه المباراة، يصحح الخطأ الذي ارتكبه في نهاية الشوط الأول، وبعد الخطأ الذي ارتكبه مما أدى إلى تسجيل فهد مسعود لهدف المنتخب الإماراتي في الشوط الأول. إذن هدف مقابل شيء، هدف التعادل للمنتخب العماني جاء عن طريق حسن يوسف مظفر الذي يصلح ما ارتكبه في الشوط الأول. هذا حسن يوسف مظفر يسجل الهدف الأول وهدف التعادل إلى عمان في هذه المباراة. إذن هدف مقابل هدف ما بين منتخب عمان وما بين المنتخب الإمارات في ثاني لقاء. أحمد مبارك إلى حسن يوسف، أحمد حديد، بدر الميمني يسدد، الله جول لمصلحة المنتخب العماني. العمانيون كما قلت في الشوط الأول أن يتقدموا بهدفين مقابل هدف. افرح يا ما شاء الله، افرح يا كابتن على هذه النتيجة وعلى هذا الهدف الجميل من بدر الميمني معززنا الفوز العماني في هذا اللقاء. هدف والله جميل جدا، هدف يأتي في الجمال من بدر الميمني. شوف الإعادة، شوف الجمال في التسديد، وشوف الإبداع في التسديد، وشوف الجمال في الهدف الذي أحرزه بدر الميمني معززا التفوق العماني. والله لعبا ونتيجة كما قلت في الشوط الأول أن يبقى التعادل ما بين عمان والإمارات هو أمر وارد، أن يتقدم العمانيون بهدفين مقابل هدف هو أيضا أمر وارد، أن يتقدم أيضا منتخب الإمارات بهدفين مقابل هدف. في 14/4/2018 التقى العربي والتضامن في بطولة الدوري، والعربي كان مع بروز لاعب قال له يعني بدر طارق لاعب مميز ربما خلال السنوات الأخيرة بقي على مقاعد البدلاء، ولكن فترة فترات برز وكان متألق لاعب شويته ولاعب ذو أخلاق عالية. تعالوا نشاهد العربي والتضامن. ودك في هذا اللقاء لكن الحكم أبقى عليك، الحكم حن عليك، عطف عليك، والآن ركلة جزاء. بدر طارق يتقدم، يفكر، يصوب ويسجل هدف أول لصالح نادي العربي عن طريق ركلة الجزاء المحتسبة في الدقيقة 15 من زمن الشوط الأول. إذن بدر طارق الموهبة الكروية القادمة في صفوف نادي العربي في المواسم القادمة ومنتخب الكويت يسجل أول أهداف في اللقاء عن طريق ركلة الجزاء. إذن العربي يتقدم، العربي يتقدم بهدف مقابل لا شيء عن طريق بدر طارق في الدقيقة
المرمى سليمان عبد الغفور الأغرب، ملعوبة رأسية إلى حسين المسوي، المسوي يصوب، الله الله، رأسية على طول من بوبي كليمنت إلى حسين المسوي على طول، جميلة جدا، حسين المسوي يلعبها زاحفة ماكرة، تصويبة ما كانت بالقوة لكن فيها ذكاء، زاحفة ماكرة على يمين براك العنزي، شوف تقدم قرب عدى وفات، قرب المسافات قالها على طول، خذها بالشبك على طول، جميل جدا. حسين المسوي يسجل الثاني لنادي العربي، شوف الكرة حبتنا في كل مكان. وصلنا معاكم نهاية برنامجنا الكرة أهداف، باكر إن شاء الله لنا موعد جديد وأهداف جديدة. فالكم طيب اليوم ودوم، مع السلامة. وجاسم شاف الجول، الجول.